السلام عليكم ورحمة الله. أغرب علاقات الجوار في العالم تجدها بين الشقيقين العربيين المسلمين المتجاورين المتجانسين في كثير من العادات والتقاليد وحتى التكوين السكاني هي علاقات المغرب والجزائر، علاقات حب لا بالذاكرة المتوترة التي تعيد قراءة الماضي بتصرفات الحاضر وتشعباته. بطبيعة الحال لن نستطيع الإحاطة خلال ساعة بكل جوانب القضية ولا الخلافات التاريخية المرتبطة بها، سواء فيما يرتبط بالاستقلال أو الانحياز التاريخي لأحد المعسكرين أو الثنائية، إنما أو ما يمكن أن نتحدث به من تطورات حول قضية الصحراء المغربية، لكن ممكن أن تكون هذه هي الزاوية التي نبدأ منها، سواء ما يتعلق بزيارة الملك المغربي للصحراء وتصريحات وزير الخارجية الجزائري وبينها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، فوتيرة التصريحات المتبادلة قائمة ومؤثرة جدا في المشهد وفي العلاقة المأزومة والتي لم تشهد انفراجا خلال 6 عقود سوى سنوات قليلة جدا من 94، ونحن نتكلم عن حدود مغلقة. معي في الاستوديو الضيفين الأستاذ محمد فنيش الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق وعضو الأمانة العامة لحركة رشاد. مرحبا بكم. مرحبا. يعني ابتداء نحن نتكلم عن مظاهر الأزمة المغاربية الجزائرية، هل لنا أن نقرأها في استمرار إغلاق الحدود في موضوع الصحراء أم هنالك مظاهر أخرى تفرض نفسها؟ أستاذ محمد، تحية لك أخي الكريم وتحية للسادة المشاهدين الكرام وتحية للضيف والصديق العربي زيتوت. الصراع المغربي الجزائري هو صراع تاريخي، صراع لا يمكن أن نقول أنه صراع الشعب المغربي وصراع والشعب الجزائري. الشعب المغربي والشعب الجزائري ظل دائما شعبين شقيقين أخويين، لكن الاختلاف الحسابات السياسية جعل هذا المشكل يصبح مشكل عويص، خصوصا من الجانب الجزائري. نعرف قضية يعني حكم الجيش وحكم العسكر والصراع التاريخي أو الصراع السياسي السوسيو تاريخي أدى إلى نشوب حرب بالوكالة، إضافة إلى التوجهات الاستعمارية في المنطقة إلى إضعاف الدولتين. المغرب لست لكوني فقط صحراوي مغربي أدافع عن المغرب، لكن المغرب 40 سنة استعمل لغة العقل في هذا الصراع، ظل دائما يعني الأخ الشقيق الذي يطالب بفتح الحدود ويمد اليد إلى الجزائر 40 سنة كانت كافية لأن يتخذ ملك المغرب الخطوة الأخيرة التي وضح فيها بأن قضية الصحراء يجب أن تحسم بمغربيتها، والوحدة الوطنية والوحدة الترابية هي قرار بناء على ذلك. لكن احنا نقرأ في مظاهر الأزمة، أنا استعرضت بعض النقاط أستاذ العربي زيتوت، هل تتفق معي بها وهل من إضافة عليها؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم مشرقا ومغربا. نعم، أنت استعرضت طبعا بعض النقاط، وكما تفضلت في المقدمة القضية فيها كثير من التعقيدات وفيها كثير من التاريخ، مما هو صحيح ومما هو غير صحيح، ولكن مما هو مؤكد هو أن الحاضر بائس، الحاضر سيء بائس مظلم بين شعبين تقريبا عددهم 80 مليون عربيين وأمازيغيين أيضا كما أنت ذكرت في المقدمة، لكن الحكام للأسف يتجهون بالمنطقة كما هي المنطقة العربية ككل إلى كوارث، والكوارث هذه دفعنا ثمنها غالي وما زلنا ندفع. علاقات توتر في العلاقات الجزائرية المغربية في أقل ما فيها أنها تمنع 80 مليون من التواصل، حدود مغلقة كما تفضلت من 94، ولكن قبلها أيضا قبل 88 كانت مغلقة أيضا. نعم، مغلقة. يعني لم تفتح إلا 6 سنوات. يعني احنا 60 سنة بنتكلم عن 12 سنة انفتحت فيها العلاقات. نعم. 12 سنة ليست متواصلة متفرقة. نعم. نعم. القضية الأخرى أن المناطق الحدودية بشكل خاص هي مناطق متداخلة، أسر متداخلة، قبائل متداخلة، نفس التقاليد نفس العادات نفس اللهجة نفس يعني لهجة
أصحاب وجدة هي أقرب إلى لهجة طبعا هي نفس لهجة وهران نفس لهجة الغرب منها إلى الغرب المغربي أو منها إلى أو لهجة وهران منها إلى الشرق الجزائري مثلا. كل شيء يجمع، ما يفرق هو العقول الضيقة، هو الناس التي لا تفهم الأبعاد كيف تبنى الدول. هما أشخاص وجدوا أنفسهم زعماء دول لكنهم لا يملكون من الزعامات الحقيقية إلا الكلام وإلا ما تقوله البروباغندا عنهم. كوارث حقيقية اقتصاديا اجتماعيا سياسيا والأخطر من عسكريا، ملايير الدولارات تشترى من الأسلحة من الجانبين سنويا وتكدس 50-60 ألف جندي جزائري على الحدود المغربية متأهب ويده على الزناد، والعكس صحيح من الجانب الآخر أيضا. تخيل كل هذا. البعض يحدثني عن 3 مليار سنويا يدفعه كل بلد نتيجة هذه الحرب الباردة. اقتصاديا لا، الاقتصاديا أكثر بكثير، هما يتحدثون عن النقطة الواضحة فقط، الرقم المباشر لعدم وجود تبادلات تجارية بين بلدين يحتاج بعضهم البعض في كل شيء ويستطيعون أن يتكامل. أنا أذكر أنا تنقلت يعني زرت البلدين وراء بعض، فاضطرت أني أذهب إلى تونس يعني من الجزائر إلى تونس، ثم أروح أذهب إلى المغرب ومن المغرب أعود إلى تونس ومن تونس أعود إلى الجزائر. هذا أنت ممكن تزورها مرة في العمر أو مرة في 20 سنة، لكن تخيل السكان اللي يعيشون هناك طول حياتهم، تخيل الأسر المقسومة من هذا الطرف وذاك الطرف، يعني شيء ما لا يتخيل. ولكن طبعا هناك بروباغندا من الجانبين، صحيح قد تكون من جانب أكثر من الجانب الآخر، لكنها موجودة هذه البروباغندا وتنظر أن العدو هو الآخر. الجزائر ليست عدو المغرب والمغرب ليس عدو الجزائر، والشعبين هم ليس فقط قريبين شقيقين متلاصقين بكل شيء، لكن أرادت هؤلاء الأنظمة الداخلية بدعم خارجي أحيانا طبعا ينفخ في هذه العلاقات المتوترة لتظل المنطقة متوترة متخلفة جاهلة والصراع بينهما. والله بدنا نعطي البعد الاقتصادي حقه في هذا السياق، حجم الخسائر. وأنا يعني أسمع عن السياحة الجزائرية وكم عدد السياح الجزائريين في تونس، لك أن تتخيل لو كانت الحدود مفتوحة كم سيكون حجمهم في المغرب مثلا. والعكس صحيح. نعم. عندما نتحدث عن الجانب الاقتصادي، الجزائر هي دولة يعني حباها الله بثروات باطنية، يعني تستطيع أن تجعل من الشعب الجزائري شعب من أغنى الشعوب العربية، لكن نظرا للإقصائية، نظرا لسياسة التحكم، نظرا لسياسة العسكر وسياسة الجيش، أبعدت الشعب الجزائري عن اتخاذ القرار. لو كان اليوم القرار بيد الشعب الجزائري لكانت الحدود مفتوحة، ولكان مشكل الصحراء قد حل الذي يعتبر هو النقطة الأساس في الصراع المغربي الجزائري. إذن الجانب الاقتصادي بين البلدين تلعب الحدود دور كبير في عرقلة هذا الجانب، لكن الغاية تبرر الوسيلة. والحكام في الجزائر كما أجهضوا حلم الشعب الجزائري في عندما انتخب جبهة الإنقاذ واستصدروا هذا القرار وسيطروا على الحكم بطريقة مفبركة، وكما قتل أبو ضياف داخل البرلمان الجزائري، كل هذه الأمور تضرب بالديمقراطية في الجزائر. أنا لا أنزه أنه في المغرب لا يوجد لدينا فساد سياسي، لكن نحن نعترف بما يوجد لدينا ونحاربه بقوة ونتجند جميعا من أجل إصلاح مغربنا. كذلك نريد من الجزائر أن تتجند إلى مشاكلها الداخلية ولا تحاول أن تلهي الرأي العام بالمشاكل الخارجية. القصة أيضا بهذا السياق قصة معقدة، عندما نتحدث نحن عن المسيرة الخضراء والتي يعني يرى المغرب فيها أنه استعاد الصحراء المغربية، يرى الطرف الآخر أن المغرب استولى فيها على الصحراء، ويرى أن الناس في البلستاريو لهم حق تقرير المصير. وعندما ندخل في قصة الاستفتاء يرفض المغرب باعتبار أن المنطقة أقحمت فيها يعني أناس ليسوا من سكانها الأصليين يؤثرون على نتيجة الاستفتاء، وندخل في جدل يعني لا نخرج منه. دعنا نكون موضوعيين. إذا ما تحدثنا عن أنه هناك فساد في الصحراء المغربية أتفق معك، فساد سياسي كبير. إذا ما تحدثنا أنه هناك ظلم أتفق معك، لكن لا يمكن لعاقل درس التاريخ أن يجادل في مغربية الصحراء. لماذا؟ لأن الصحراء لا يمكن أن نقزم التاريخ ونعود إلى 1975 إبان المسيرة الخضراء، عد إلى المرابطين، عد إلى الموحدين الذين جمعوا المغرب والجزائر وتونس.
عدل التاريخ كما هو. لا يمكن أن نعدل التاريخ الإسباني الذي يحاول أن يوضح يوضح لنا صورة من الزاوية. الصحراويين مش كان في اتفاق مدريد في هذا السياق فقط؟ اتفاق مدريد هم يسمونها الاتفاقية السرية حسب المفهوم البوليساريو والجزائر، الاتفاقية السرية بمدريد. هذه ليست اتفاقية سرية ما دمنا أنا وأنت وغيرنا يعلم بها. الاتفاقية السرية لا زالت سرية لغاية اليوم. الاتفاقية كانت بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا باعتبارهم الأطراف الثلاثة في قضية الصحراء. الصحراء هي مغربية، صحيح أنه هناك ظلم تم لأن كان هناك إقصاء للصحراويين في بداية السبعينيات من طرف بعض الأحزاب المغربية ومن طرف بعض لوبيات الفساد في المغرب. أكيد الجزائر قصة أخرى بومدين استغل هذا الصراع ووظف. ليس كل من ظلم في العالم العربي عليه أن يكون دولة، هذا خطأ. يعني هذه الجزئية، يعني ماذا الجزائر يعني أصرت على إقحام نفسها في قضية الصحراء وهي قضية مغاربية؟ قد يكون هناك أقلية عانت من ظلم معين لكن يحل داخل إطار البلد ولا يعني الانفصال عنه. شوف أخي محمد، ومن خلالك لكل إخوتي وأشقائي، وأنا يعلم الله أن يقولها من أعماق قلبي في المغرب لكلكم جميعا وللمشاهدين والمستمعين في كل مكان، علينا ونحن نناقش هذا الموضوع لأننا ربما نحن نناقشه الآن هنا بهدوء، لكن هناك من يناقشونه بشتم وسب وهناك من يناقشه بالسلاح، وأنت كما تعرف قتل مغاربة وقتل جزائريين من الجانبين. أم قال واحدة منهم مثلا في 76، لكن ليست هي فقط، 63 أيضا مثلا. شوف قضايا التاريخ شديدة التعقيد وشديدة الإشكالية، وأنا لا أريد أن أذهب بعيدا للتعقيد لأن باختصار بسيط قد يأتي قائل، ليس من عندي أنا، لدي وجهة نظر قد أعبر عنها فيما بعد، قد يأتي قائل يقول لك طيب أينما كنتم عندما كانت إسبانيا تحتل لثلاثة قرون كاملة تحتل الصحراء الغربية، أينما لماذا لم يقاتل إخوتنا المغاربة لإخراج إسبانيا كما أخرجوها من الشمال وكما أخرجوا فرنسا، لماذا مثلا؟ إذن فهذه قضية يرد عليها، لكن أنا لا أريد أن أدخل في هذه القضايا لأنها ستزيد تعكير الجو وستزيد تعميق الجو. أنت ما تفضلت به عن نظام الجزائري، طبعا نحن نقول أكثر من ذلك بكثير ونعرف أكثر من ذلك بكثير. نظام الجزائري بالنسبة للجزائر أحدث دمار هائل. نظام الجزائري حطم دولة كان ممكن أن تكون قوة إقليمية إلى مش قوة دولية، كان ممكن أن تكون لا تقل عن تركيا، لا تقل عن إيران، لا تقل عن ماليزيا ولا أندونيسيا، سنغافورة، طبعا هذا أصغر، نعم. لا تقل عن كوريا الجنوبية. كان ممكن نظام الجزائر أن يجعل من الجزائر جنات، لكنه عقلية عسكرية متخلفة شديدة التخلف شديدة العنصرية شديدة الدموية نتجت. لكن دعني أذكرك بشيء أخي محمد، لأني ما سمعته هذه الأيام من المغرب حقيقة شكل لي نوع من الصدمة عندما يتحدث مسؤول مغربي في الأمم المتحدة ويقول نطالب باستقلال القبائل، منطقة القبائل. هذه كارثة وهذا فتح لعنصرية ستدمر المنطقة ككل. يعني لا يعالج الخطأ بالخطأ، لأن لا يعالج الخطأ بالخطأ، ولأن القبائل الذي تتحدث عن بالرغم من الحديث عنهم سنتحدث عنهم من هم هؤلاء القبائل أساسا، اللي هما جزء أصيل وأصلي وعميق من الشعب الجزائري، الحديث عنهم على أساس أنه أقلية هو ظلم لهم، ظلم عظيم لهم. وتدخل وحديث المغرب عن استقلال والحديث عن استقلال أو حكم ذاتي أو أي كلام يقال عن القبائل، رد عليه الممثل عن النظام الجزائري وقال سنتحدث عن استقلال الريف وعن جمهورية الريف، وأنت تعرف جمهورية الريف موجودة في تاريخيا، يعني سنتحدث عن هؤلاء وسنتحدث عنها. ماذا نريد؟ أن نشعل حرب عنصرية بين أمازيغ الجزائر وأمازيغ العرب أو أمازيغ المغرب، أو بين أمازيغ الجزائر وعرب الجزائر كما يقال، أو بين أمازيغ المغرب وأمازيغ وعرب الجزائر؟ هذه كارثة بكل المقاييس. دعني أكمل هذا خطاب. أقول لك ببساطة، لو يعود عندك جارك سكير عنيف يدخل على أسرته ويضرب أهل الأسرة ويضرب أبنائه ويضرب زوجته ويضرب الجميع داخل الأسرة، ثم يوما ما ضرب ابنك، هل تخرج أنت فتضرب ابنه
أم تقول لا هذا أصلا عنيف مع أسرته، دعني أرى كيف أتعامل معه، دعني أبحث عن صيغ معينة، أم تخرج تضرب الأبناء أبناءه لأن ضرب ابنك. هذا الذي قيل هذا الأسبوع، وهذه خطيئة كبرى ومست كل الجزائريين وستمس كل الجزائريين. معركة والمشكلة هي ما بين نظامين وليس ما بين الشعبين. يجب أن لا تنقل القضية لبين الشعبين، لأن باختصار بسيط مخابرات الدول من كل جانب، مخابرات الدول من كل جانب ستنفخ فيها. نعم سيد عربي زيتون، تصريحات المسؤولين تصب النار أو تصب البنزين على نيران العلاقة بين الشعبين، ألا تتفق معنا في ذلك سيد محمد؟ ما أراه هو أن ننظر إلى الأمور بعين من العقل السياسي، عندما تحللها بهدوء وبعقل سياسي تصل إلى النتيجة. لدينا نظام ملكي في المغرب، قبلنا أو كرهنا، شئنا أم أبينا، فرض وجوده في ظل أزعزعة الاستقرار في العالم العربي. وكم من دولة عربية اليوم تتمنى أن تكون مثل المملكة المغربية؟ هذا أظن لا يجادل في أحد في ظل الظرفية الإقليمية الراهنة. لكن عندما نتحدث، أرد على الأخ العربي زيدون الذي أتفق معه أنه لا يجب أن يعالج الخطأ بالخطأ، لكن عندما نعود إلى المغرب منذ 40 سنة والمغرب يمد اليد إلى الجزائر، يمد اليد إلى الحكام الجزائر، لا أقول الشعب الجزائري، أنا أفصل فصلا تاما بين الحكومة بين القيادة الجزائرية والشعب، هنا متفق على هذا الفصل. لأن نحن المغاربة ونحن الصحراويين المغاربة نعاني ما يعاني منه الشعب الجزائري من قيادة الجيش الجزائري، كما ظلمت جبهة الإنقاذ وكما ظلمت بوضياف وكما ظلمت الشعب الجزائري وكما تنهب عبر سوناطراك خيرات الجزائر، نعاني نحن في المغرب 40 سنة ونحن نستعمل لغة العقل. أنا لا أبرر الفعل، لكن عندما يرفض الأخ عربي زيتوت هذا الأمر أقبل منه الرفض، لكن لأول مرة يحس الأخ العربي زيتوت أن هناك شيء غير مقبول المس بوحدة وطنه. الأخ العربي زيتوت هو معارض جزائري ضد الفساد في الجزائر ويفتخر بذلك ونفتخر بذلك، لكن لم يفكر يوما في أن يشكل انفصال عن الجزائر، ولم يفكر يوما أن يقسم الجزائر. لماذا؟ لأنه وطني. لو كانت البوليساريو اليوم حركة سياسية تدافع عن المغرب من طنجة إلى الجويرة وتطالب بإصلاحات سياسية لافتخرنا بها ودعمناها. الإشكالية هو أنه يريدون أن يفصلوا المغرب. وعندما نعود إلى التاريخ سيد الكريم، لماذا نعتبر تاريخيا أن من يطلب الانفصال ليس وطنيا؟ الآن إقليم كاتالونيا يطالب الانفصال عن إسبانيا، من هو كاتالونيا؟ أسكتلندا تطالب الانفصال عن بريطانيا. لا أبرر الانفصال ولا أشجعه، لكن لا نتهم وطنية إنسان يرى الانفصال حماية لحقوقه. نعم. عندما نعود إلى اسكتلندا أو إلى كاتالونيا، اسكتلندا طلبت باستفتاء من أجل الانفصال، اهتز العالم الأوروبي، الوحدة الأوروبية اهتزت، وخرج قرار من البرلمان الأوروبي بأن اسكتلندا إذا ما خرجت عن المملكة المتحدة غير مرغوب فيها، رسالة واضحة المعالم بأن القوة تكمن في الوحدة. اليوم أنا تمنيت لو كانت الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا والسعودية وسوريا واليمن كلهم دولة واحدة أمام هذا الامتداد. عندما نعود إلى التاريخ سيدي الكريم، في معاهدة اللامغنية كانت هناك اتفاقية بعد أن هزم المغرب في حرب مع الاحتلال الفرنسي للجزائر، لأنه كان المغاربة يدافعون مع المجاهدين الجزائريين أنذاك، وضعت اتفاقية حدود أنذاك، واعتبرت الصحراء الجزائرية أرض خالية. المغرب لم حتى عندما جرى الاستعمار الحرب بسنة 1963، وعندما أينما تقع الآن في البوليساريو، تقع في مخيمات الحمادة، في مخيمات تندوف، هناك منطقة اسمها التفاريتي تمثل تقريبا 25% من الصحراء المغربية، هي داخل التراب الجزائري. لماذا لا تشكل البوليساريو فيها نواة أساس لتكوينها؟ البوليساريو هي ورقة ضغط، لا تطالب بالاستقلال ولكن تعرقل النمو الاقتصادي والسياسي للمغرب. سنسأل إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية معنا من الجزائر. سيد إسماعيل، تصريحات استفزازية متبادلة سمعناها بالفترة الأخيرة، إلى أين هذا الخلاف الجزائري المغاربي الذي ندفع ثمنه اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ثمنا باهظا كبيرا وفاتورة يومية غالية يدفعها البلدين؟ أولا
الخير المشكل لا, 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 لا يوجد تصريحات استفزازية من الجزائر، بل وجدت تصحيح لربما طرح بدأ من النظام المغربي تجاه الجزائر وليس عملية استفزاز. أنا سمعت الأخ الآن يقول بالاتفاريتية، يبدو أنه لا يفهم القضية بالأساس. يعني القضية هي تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، وأن اتفاريتي لا يمكن أن تشكل جزء كامل من القضية الصحراء من قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. الآن ما يحدث الآن، نعم تفضل. نعم نسمعك لم نتكلم. نعم، ما يحدث الآن هو عبارة عن رد فعل أكثر من الواقع، لأن المشكلة الآن هو ليس بين المغرب والجزائر، هو بين المغرب ومئتين دولة. كل دول العالم لا تعترف باحتلال المغرب للصحراء الغربية، بما فيها مجلس الأمن وبما فيها حلفاء فرنسا، بالذات حلفاء المغرب بالذات فرنسا. إذا القضية الآن ليست قضية مشكل خلاف بين الجزائر. أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية، فالعلاقات الاقتصادية المغربية بين الجزائرية المغربية كان دائما المستفيد الأكبر هو المغرب. قبل 94 كان تقريبا، قبل سنة 94 كان المغرب يستفيد بأكثر من 6 ملايين دولار، وحتى الآن المغرب يستفيد العلاقات الجزائرية المغربية الاقتصادية بأكثر من 6 ملايين. إذا المستفيد الأول من الاقتصاد هو المغرب وليس الجزائر. طب عفوا، لماذا لا يتم تحييد القضايا الخلافية بصورة تامة، بمعنى آخر أن تكون الجزائر محايدة فعلا في هذا الملف وتتركه للمحاكم الدولية وللأمم المتحدة ولا تتبنى دعم البوليساريو بهذه الطريقة؟ أطرح السؤال عن السويد، على 54 دولة إفريقية، على العالم، على كل أعضاء الأمم المتحدة الذين يطالبون بأن نبدأ من تصفية الاستعمار، وليس الجزائر لوحدها، بل الجزائر ما هي إلا دولة مثل بقية الدول في العالم التي تطالب بتطبيق الشرعية الدولية. ولا يوجد مشكل، ولا أدري، لا أفهم لماذا النظام المغربي يوجه فقط للجزائر فقط، لماذا لا يطرح السؤال على جنوب أفريقيا، على نيجيريا؟ لأن هنالك هنالك سيد دبش، هنالك جواب لهذه القضية، لكن دعني أشرك معي هنا سيد العربي زيتوت. ما رأيك بما سمعته من الأستاذ دبش حول المسؤول، يعني الاحتلال المغربي للصحراء كما يرى؟ ما يقوله إسماعيل دبش ليس دقيق وليس صحيح، لأن ليس هناك 200 دولة تعترف الصحراء الغربية، عدد اللي اعترف بها محدود، وأعتقد أنه في حدود 60 دولة أو 63 دولة، وبالتالي أن الثلثين لا يعترفون والثلث فقط يعترف. وهو أستاذ علوم سياسية، كان المفروض أن يكون دقيق، خاصة وهو ربما يدرس الطلبة، فيكون دقيق فيما يقدمه من معلومات. الأمر الثاني، المشكلة ليست مشكلة تصفية استعمار، قضية الصحراء من وجهة نظري ليست تصفية استعمار، لأن لو ندخل في قضية تصفية الاستعمار فالأنظمة القائمة هي أنظمة استبدادية والشعوب قامت من أجل أن تتحرر، والنظام الذي يدافع عليها دبش يدعم القذافي حتى انهار، ويدعم بشار اليوم، ويدعم احتلال روسيا، لا فقط كمثال، ويدعم احتلال روسيا لسوريا، ورئيس مجلس الدوما كان قبل 4 أيام في الجزائر ويقول أنه بعد ما التقى بوتفليقة الذي لا يتحدث يقول أنه خرج مقتنعا أن سوريا، أن روسيا والجزائر لهم نفس الموقف. طبعا الجزائر الشعبية خارجة عن نطاق تماما. إذن هذه القضايا ليست دقيقة. هناك مشكلة في الصحراء، نعم. هل هناك مشكلة؟ نعم هناك مشكلة، هناك أخطاء من الطرفين، بكل تأكيد هناك أخطاء من الطرفين، لكن القول والدعاية والبروباغندا نقعد نكرر فيها أكثر من 40 سنة، قربت الجزائر وقربت 80 مليون علاقات، ونقعد نكرر في نفس الدعاية من الجانبين، من أن هذه القضية هي قضية منتهية من جانب واحد، ومن الجانب الثاني أنه هي قضية تصفية استعمار، هذا لن يذهب بنا بعيدا، ولن يحل مشاكل المنطقة، وسنزداد كارثية حتى تنهار المنطقة ككل. نعم، لماذا تحمل الجزائر وحدها سيد محمد الفنيش قضية ما يجري في الصحراء، وهي عشرات الدول تتبنى نفس الموقف الذي تتبناه الجزائر؟ يقول لك المغرب ترك كل هذه الدول وركز الصراع فقط مع الجزائر. أولا أريد أن أرد على سيد دبش عندما قال
أهل مكة أدرى بشعابها، عليه أن يعلم أنه يتحدث إلى صحراوي مغربي من ابن المنطقة ومن خريج أبناء الصحراء. إذن لا يمكن له أن يعطينا دروس في هذا المجال. هو الذي يتلقى التعليمات من العسكر الجزائري، عليه أن يكون يحدد المفاهيم. وإذا كان هناك احتلال هو احتلال العسكري للجزائر، لأن الديمقراطية تفرض أن تكون جبهة الإنقاذ الجزائرية هي الحاكم في الجزائر. هذه هي الديمقراطية التي يدرسها الغرب وتدرسها الولايات المتحدة الأمريكية وتدرسها الجامعات ويدرسها هو في الجامعات. إذن لا يزايد علينا في هذا الأمر. عندما أدافع عن المغرب ليس لكوني فقط مغربي، أقول لك أن المغرب إذا أو قضية الصحراء المغربية إذا فرضت مثلا فيها حرب سأكون فرحا مدافعا عن قضية الصحراء، لكن كذلك سأكون مؤسفا عندما أقاتل أخي عربي أو جزائري. إذن عليه أن يكون أن يتفهم لغة العقل وأن يكون أكبر من حزمة عسكر ضيقة وأن ينظر إلى الوحدة العربية والوحدة الجزائرية المغاربية. ثانيا عليه أن يتفهم أن هناك إحياء لما يسمى بالظاهر البربري الذي أتى به الاستعمار إلى المغرب ورفض في زمن أجدادنا الذين كانوا يبنون المواطنة على الصدق والوفاء. ثانيا أضاف نقطة، نريد أن نحولها إلى خطابة. أرجوك أنا أريد أن نصل إلى نتيجة حقيقية. الآن الملف في الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لديها يعني عناصر في هذا السياق، لماذا لا يتم اللجوء لها حسب المواثيق الدولية؟ الملف يعالج في الأمم المتحدة، ومن يعرقل معالجة الملف هي الجزائر. الجزائر ليست جزء. كيف تعرقل الجزائر الملف؟ الجزائر ليست جزءا من الحل، الجزائر جزءا من المشكل. كيف تعرقل الجزائر الملف في الأمم المتحدة؟ تضغط على الـ على على الـ المنظمة الإفريقية، تضغط على بعض الدول من أجل اعتراف بالبوليساريو، تنشر البوليساريو كحكومة. البوليساريو إذا كانت حركة سياسية، لماذا زوجة محمد عبد العزيز هي وزيرة الثقافة؟ لماذا أنشأوا حكومة؟ أليس الصحراويون أدرى أولا بأن يعرفوا كيف ستؤسس هذه الحكومة؟ لماذا أنشئت هذه الحكومة في التراب الجزائري وأعطيت رئاسة الدولة لمحمد عبد العزيز ووزارة الثقافة لزوجته وأسست السفراء وانتهى الأمر وأصبحنا نحن الصحراويون سنحكم بخلية جزائرية؟ نعم، هذا في الصحراء. مهم. هذا سؤال مهم سيد دبش. يعني الجزائر يفرض كل شيء على الصحراء ويفرض ويوجه، عفوا سيد اسمعني ونسمعك، يفرض، نحن لم نسمع شيئا وأنت تتكلم به عندما كان الضيفان يتكلمان، الآن لك الحق أن ترد. سمعت ما ذكره السيد العربي زيتوت أن ليس العالم، يعني ثلثي العالم لا يعترف بدولة في الصحراء، وأيضا أن الجزائر تتحمل مسؤولية دعمها للبيلوساريو وتشكيلها لحكومة وفرضها القرار حتى على الصحراويين. كيف ترد على ذلك؟ أنا أكون منهجي، أتكلم بلغة واحدة بسيطة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل تقريبا 200 دولة تطالب بتنفيذ الشرعية الدولية. اللجنة الرابعة بأعضائها كلهم يطالبون بالشرعية، وأنا ما أتكلم عن الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراء، أنا أتكلم عن أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يجدد في كل سنة في كل شهر أبريل يجدد مهمة المينيرسو المتمثلة في تنظيم السياسة. أتكلم من هذا الجانب ولا أتكلم من جانب لا بالجمهورية العربية، سأتكلم فقط من جانب الشرعية الدولية. هل بان كي مون، هل الأمم المتحدة، هل مجلس الأمن، هل فرنسا خاطئة عندما تقول أن المغرب محتل، لا يعترفون باحتلال المغرب للصحراء الغربية؟ هذا منطق لا يمكن نقاره حتى من طرف النظام المغربي في حد ذاته. هو النظام المغربي يتفاوض مع جبهة البوليساريو ويطالب ووافق على تقسيم الصحراء الغربية مع موريتانيا، وهو هذا اعتراف منه أن الصحراء الغربية ويقوم بمبادرة الحكم الذاتي، وهذا اعتراف كذلك أن الصحراء الغربية ليست مغربية، ويقسم الصحراء الغربية إلى قسمين إلى حائط، هذا اعتراف. إذن الموضوع الآن هو في الشرعية الدولية، فليترك الشرعية الدولية، يترك الشعب الصحراء الغربية التعبير عن رأيه سواء بالضم إلى المغرب أو بالإفصال أو بالحكم الذاتي. فهذا هي الديمقراطية الحقيقية التي تطالب بها الأمم المتحدة، وهذا هو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 2014 و2015، وكان سيزور المنطقة بناء على هذا المنطق. فلا أين الخلاف بيني وبين أي زملاء المتحدين الذين أحترمهم وهم أصدقاء كذلك، فلا أرى الخلاف يعني. أشكرك على هذا التوضيح، ونحن سنتابع الحلقة، مضطرين نعتذر منك وسنتابع مع الضيفين الكريمين. أشكرك سيد دبش، وأترككم مع هذا الفاصل القصير ثم نواصل مع ضيفي في الاستوديو.
نفتح الملف السوري، نقلب صفحاته سويا، نطوف بكم بين شؤون الثورة السياسية والعسكرية، نسعى إلى توضيح الرأي وتجلية الغامض وتفكيك المتشابك وتحليل الموقف، نحاول قدح زناد العقل من خلال استضافة أهل الرأي والفكر ليقولوا رأيهم على الهواء مباشرة. كل هذا في سوريا اليوم على شاشة الحوار. طرح حلقتنا مستمرة وفيها أين ذهب المواطنون؟ حرصا على عدم الانقطاع، مشاهدينا أينما كنتم نرجو منكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد الأكثر استقرارا على القمر الصناعي نايلسات أتلانتيك بيرد اعتبارا من بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم وفقا للقيم التالية: 10872 عمودي بدلا من 11640 أفقي. أنا كذلك كنت أقول بأن لا يجب الأخ بجرى أن يكون رئيس، وكنت أعتبر بأن هذا في الحقيقة أمر سيء جدا أن يكون رئيسا، يعني هذا الذي كنت أقوله داخل مكتب التنفيذ الوطني، ولكن كنت أختلف عليهم أنني قلت بأن هذا وجه دعوي معروف ولا بد من استيعابه، كنت أقترح أن يكون رئيسا لمجلس الشورى الوطني وليس رئيس الهرج، يعني يعطى دور يتناسب مع شخصيته. هم كانوا لا يريدونه لا رئيس مجلس الشورى ولا رئيس حركة على الإطلاق يعني، وأنا كنت أعلم بأن يعني الشيخ أبو جرة السلطاني لو يكون رئيس يعني الوضع يعني يكون صعب في الحقيقة يعني. قلت لهم المؤمن حينما يكون بين خيارين فاضلين يختار أفضلهما، وحينما يكون بين خيارين سيئين يختار أقلهما سوءا، فاختيار للشيخ أبو جرة هو الاختيار الأقل سوءا. رئيس حزب مجتمع السلم في الجزائر الدكتور عبد الرزاق مقري في الحلقة 12 من برنامج مراجعات يعاد بثه في الأوقات التالية. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. من جديد نرحب بكم وبكل من انضم إلينا الآن، ونحن نتحدث عن العلاقات المغربية الجزائرية الثروة المهدورة في هذا التنازع. ضيفية في الاستوديو محمد فنيش الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. كنا تحدثنا ولازلنا في محاور أن هذه الأزمة التي أغلقت لأجلها الحدود منذ عام 1994 وجمدت الاتحاد المغاربي ووترت أوضاع الصحراء واتهم فيها كل طرف الآخر في التساهل في موضوع الإرهاب، وعملت قلق كبير في العلاقات بين دول الاتحاد الإفريقي، وعطلت الحركة التجارية بين البلدين، وعطلت النقل البري، واستنزفت البلدين في عمليات التهريب، وغاب التكامل الاقتصادي بينهما، وعطلت الاتحاد المغاربي من ناحية اقتصادية كذلك، وأهدرت فرص استغلال السوق الإفريقية للتعاون فيما بينهما، وضعف التنسيق الأمني حتى في التعامل مع مسائل التهريب والمهاجرين غير الشرعيين. كل هذا يدفع فاتورته الشعب المغربي والشعب الجزائري بشكل يومي. يعني لماذا لا يتم العمل على تحييد القضايا الخلافية سيد محمد فنيش لأجل معالجة هذه الملفات أو التخفيف من وطأتها على الشعبين؟ عندما يكون هناك مسؤول يراعي هموم الشعب الجزائري نستطيع أن نصل إلى الحل في 24 ساعة. القيادة الجزائرية عليها أن تراعي هموم المنطقة، هموم الشعب الجزائري، هموم الشعب المغربي، هموم الشعب التونسي، هموم الشعب الموريتاني، هموم الشعب الليبي. ما هو المطلوب من القيادة المغربية؟ أنت كل مرة تقول لي مطلوب من القيادة الجزائرية، مطلوب من المسؤولين الجزائريين. هل معقول إنه المسؤولين المغاربيين يعني المغاربة عملوا كل شيء ومش مطلوب منهم شيء؟ هو وأنت موضوعي ونريد أن نتحدث موضوعي. نعم، المغرب عندما
طلب كم من مرة بفتح الحدود، كم من مرة مسؤولين مغاربة زاروا الجزائر، ظلت دائما شوكة دعم البوليساريو هي الحلقة الأكبر وهي الهاجس الذي يا ابن حلال. إذا حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب نائب من نوابه في منطقة وجدة لما تواصل مع ناس في يعني على مقربة من الحدود الجزائرية وزار بعض المناطق، قامت الدنيا حتى فصلوا من الحزب. يعني أليس هذا التوتر؟ يعني لا حتى هذا موضوع تاني، هذا لا موضوع لا ألا يرتبط بالقصة؟ المهم أنه ما نعمل حساسية، لأنه هذا ملف حساس عند الملك، ما بدنا نعمل فيه حساسية، ما بدنا نقرب عليه، ما بدنا نبذل فيه أي خطوة. لا لا، قضية عبد العزيز أفتاتي هي قضية من حزب معروف في المغرب يقوم بإفساد العملية السياسية في المغرب، وهو ضحية لجرائم هذا الحزب في المغرب. أي حزب تقصد؟ لا أريد أن يعني دعنا أن نكون حتى لا نتهم بالقذف في الأحزاب، لأننا نريد أن نقف مسافة جميعاً. العدالة والتنمية بشكل جديد. لكن هناك حزب غير حزب، هناك حزب يقوم بالتصفية السياسية لحزب العدالة والتنمية. هناك عزم بشارة كان يريد أن يقوم بمحاضرة مؤخراً في المغرب وتمت معارضته بطريقة أو بأخرى. هناك سياسيين في المغرب يحيون الظهير البربري وسيفتحون البلد على نزعة عرقية خطيرة جداً، ومن هذا المنبر نريد للأمة المغاربية. أيوة، في تصرفات من سياسيين مغاربة بمختلف مستويات غير مقبولة. حتى وأضيف لك وأضيف مثلا هذه الصحراء التي هي جزء من المشكل بين المغرب والجزائر، فإذا كانت الانفصال والبوليساريو تقود البوليساريو والجزائر تقود الانفصال، هناك كذلك أحزاب في المغرب في الصحراء يقودون الفساد ويقودون الثروات ويقودون النهب الأراضي في شعب فقير ومفقر ومظلوم. هذا مهم جدا. السيد العربي زيتوت، هل تتفق معي أن قضية الصحراء أصبحت قميص عثمان كل يرتديه لتحقيق مآرب حزبية أو مآرب سياسية معينة؟ بالضبط بالضبط. وهناك من يريد أن يتقرب إلى المخزن وإلى الملك بالمزايدة في هذه القضية، وأنا استمعت لكثير من المزايدين، بل هناك واستمعت مؤخرا، وربما سأحكي القصة الآن باختصار. سمعت مؤخرا، أنا كنت في المغرب هذا الصيف، أنا لم أذهب للمغرب من 91 إلى 2015، وذهبت هناك هذه المرة بعد إلحاح من جمعية شعرت بألم شديد لما حدث لهم، وهم الأخوة المغاربة الذين طردوا من الجزائر في سنة 75. كانت تأتيني دعوات كثيرة من المغرب ولم أحبذ أن أذهب، لكن هذه المرة شعرت بأن ذهابي مهم جدا، لأنه أولا هؤلاء كانوا إخواننا، كانوا يعيشون معنا، أبائهم قاتلوا مع الثورة الجزائرية، لكن في 75 ونتيجة لتصادم النظامين حول قضية الصحراء تم طردهم، واللي اخذ قرار الطرد ويا أسفاه ويا ألماه هو ما الرئيس الحالي بوتفليقة اللي ولد في وجدة، اللي ولد في المغرب. عشرات الآلاف مئات الآلاف من الجزائريين ولدوا في المغرب، المغرب كانت هي تحمل مئات الآلاف من الذين هربوا من الاستعمار الفرنسي، تونس فيها مئات الآلاف من الذين هربوا من الاستعمار الفرنسي، ليبيا، سوريا، كل جزائريين هرب. أنا لما أقرأ في هذا الموضوع أضيع، يعني عارف كيف لما تقرأ تشابك الأسماء، تشابك العائلات، الشهداء في الثورة، في كل شيء. ولذلك السؤال هو، ولذلك أنا سأعود أيضا لقضية الشرعية الدولية يتحدث عليها إسماعيل دبش. إذن ذهبت، وذهبت لأستمع منهم، وشعرت أني كجزائري حقا عليهم أن نعتذر لهم. هؤلاء عددهم حوالي 350 ألف الآن، 45 صاروا 45 ألف أسرة أنا ذاك 45 ألف أسرة لما خرجوا، ونعم وخرجوا في أوضاع بائسة، وهناك صور تدمي لما تراها، عشرات الألاف يطردون في عشية وضحاها، أبائهم كانوا يقاتلون مع الثورة الجزائرية. أنا شفت الصور لأباء اللي كانوا حاملين أوسمة من الثورة الجزائرية وكانوا قاتلوا مع الجزائريين لطرد فرنسا. فذهبت، لكن في النقاش طلع علينا واحد يتحدث على أن هناك 17 مدخل من أراضي الجزائر في المغرب، وأنها 17 نقطة، وأن هناك أراضي مغربية تحتلها الجزائر. هل هذا عاقل؟ قلتها بصراحة وكنت في المغرب، قلت نحن هذه اعتبر المغرب وطني مثل ما اعتبر الجزائر وطني، وأني عندما نزلت في مطار الدار البيضاء والله لم أشعر إلا وكاني أنزل في مطار وهران أو مطار عنابة. ولكن هذا لعب بالنار، لأن هذه القضية سيقاتل من أجلها كل جزائري. ما دام لم نصنع المغرب الكبير، وما دام هذه الحدود مفروضة
سنكل واحد الآن إحنا انصهرنا في مسألة القطرنة فصار كل وهذه كارثة. هذا يقاتل أجل تونس وهذا يقاتل أجل الجزائر وهذا يقاتل أجل فلسطين بدل وهذا يقاتل أجل الأردن وهذا يقاتل بالضبط وبدل من أن نبني المغرب الكبير بمئة مليون عربي أمازيغي مسلم يواجهون التحديات الكبرى من الغرب ومن الشرق ومن كل مكان ومن الإمبراطوريات التي تريد أن تحتل أراضينا وتنهبنا علنا بدل أن نفعل هذا نبقى نتقاتل على متر هنا ومتر هنا لكن قلت أنا أمثل حركة سلمية لكن إذا مس وطني أي إن كان سأدافع عنه سأحمل السلاح لأن هذا قضية لن يتركها أحد هذه القضية هذا الصنف من الناس وكان هذا دكتور هذا هما الذين يملؤون الجزائريين كرها ويدفعون ببعض الجزائريين ولكن سألنا أن البعض يصرح بتصريحات حتى يكتب من يكتب داخل الندوة بالضبط. أن فلان وقف وتحدث وقال ويأخذها بسيرة ذاتية التي تقرب وكانهم يتقربون للملك بكراهية الجزائر والجزائريين نحن إخوان نحن أشقاء نحن وطن واحد يجب أن نبني المغرب الكبير وليس أن نتقاتل في هذه النقطة بالمناسبة يسجل لابن كيران وهو الذي يحرص رئيس الحكومة الحالية وهو الذي يحرص حرصا كبيرا على العلاقة الطيبة مع الملك أنه دعا مؤخرا إلى فتح الحدود الجزائرية المغاربية لا هذه قضية هذه مطلب كل إنسان حر شريف مخلص عاقل يرى أن غلق الحدود هي كارثة بكل المقاييس وعلينا جميعا يرى بأن المستفيدين من غلق الحدود هم اللصوص المحليين واللصوص الكبار اللصوص المحليين هم المهربين ومعهم الإدارة المحلية من هنا وهناك واللصوص الكبار الذي يبيعون لنا السلاح سيد محمد. عندما زار أبو مدين سنة 1974 الرباط في قمة آنذاك قال أن قضية الصحراء هي بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا هذا قرار من رئيس جزائري أبو مدين بعد ذلك توالت المصالح وتوالت إملاءات القصر الإليزيه وتغيرت الأمور عندما استعمر المغرب مثلا الإمبراطورية العثمانية انتهت في التلمسان لم تستطيع الدخول إلى المغرب لأن المغرب هو قوة شعب قوة وحدة ليست قوة أشخاص الشعب المغربي مجمع على وحدته الترابية والوطنية كيف دخل الاستعمار الفرنسي؟ دخل إلى الجزائر أولا إبان انهيار الإمبراطورية العثمانية وبعد ذلك تسلل إلى الجزائر إلى المغرب بعد ذلك تسلل إلى المغرب واستعمر المغرب نحن الآن في مرحلة إضعاف المنطقة الإقليمية العاقل السياسي عربيا كان أو أمازيغيا كان لا يدعو إلى التفرقة بين المغرب والجزائر بس هنالك فرق يعني أنا أحترم أي مسؤول يصرح بتصريحات إيجابية ولكن هذه التصريحات تحتاج إلى ترجمة في التصرفات على الأرض يعني المسألة ليست مسألة تصريحات أن أخرج وأقول للإعلام نريد أن نفتح الحدود نريد علاقات طيبة كل المسؤولين وهو الحكام العرب تحديدا أشطر الناس في الحديث وفي التصريحات لكن ما الذي يترتب على ذلك يعني لماذا لا يبقى الاقتصاد والتكامل الاقتصادي على الأقل بعيد عن التجاذبات السياسية أخي مش عارفين نحلها سياسيا على الأقل اقتصاديا نتعاون إذا ما طلبت الجزائر اليوم من المغرب أنا مواطن مغربي أنا لست مسؤولا مغربيا إذا ما طلبت الجزائر من المغرب اليوم بإعادة العلاقات أنا متأكد أنها ستعاد في 5 دقائق إذن الكرة في ملعب الجزائري لا يجب أن خلينا بهاي الجزئية بالله سيد عربي يعني زيتوت هل يعني تخالف في مسألة أنه القائمين على الحكم حاليا في الجزائر ينظرون إلى مصالح شخصية وحسابات معينة أكثر ما ينظرون إلى علاقات طيبة مع المغرب بكل ألم وبكل أسف القائمين على الحكم في الجزائر قتلوا 200,000 من الجزائريين فما بالك في علاقة وهذا رقم رسمي ليس من عندي هذا من عند عبد العزيز بوتفليق القائمين على الحكم في الجزائر اليوم جعلوا من هذا الوطن خراب حقيقي يهرب الجزائريين فيه بالألاف منهم من يموت في البحر كثيرين لا نسمع عنهم الجزائريين اليوم بالملايين يدخلون حالة الفقر الملايين ليس لهم سكن الملايين ليس لهم عمل ملايين وضع مستشفيات كارثي وضع مدارس كارثي ليس هناك منطق الجزائريين يعانون من استعمار من مجموعة من كمشة من الناس ذبحتهم وذبحت الجزائر وذبحت معهم المنطقة لكن هناك منطق آخر من جانب الحدود وقلت لك أنا ذكرت لك جزء منه وهو من يدفع في اتجاه الصدام بدل من شوف ماذا حدث في 63 في 63 كانت هناك معركة كبيرة بين أحرار الجزائر ضد كمشة من العسكر عقداء يسمون جماعة وجدة أكثرهم العقداء استولوا على السلطة بالقوة جيش الحدود يستولي في صيفة 62 صيفة الاستقلال على السلطة بالقوة
وتخرج الجزائريين يعترضون على هذا، كبار مجاهدين، كبار الثوار، منهم مؤسسي الثورة أساسا، فإذا به يبدأ يعتقل ويقتل ويسجن وإلى آخره. ثم تشتد المعركة على القضية ويبدأ يتنازل النظام لأجل حل المشكلة، وكانت الناس تطالب بدولة مدنية اجتماعية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية كما جاءت في اتفاق أول نوفمبر. طيب. فإذا بالحسن الثاني يهجم على الجزائر على ويطالب بأن هناك أراضي مغربية تحتلها الجزائر. الجميع ترك خلافاته وترك صراعاته وترك مشاكل السلطة التي استولت عليها كمشة من العقداء وذهب إلى الحدود. هذا التوظيف يعني هذا التوظيف وهذا اليوم يحدث نفس الشيء. ألم يأتي الاستعمار الفرنسي عندما جاء إلى المغرب وأتى ببعض الجزائريين؟ نعم، الذين أصبحوا عملاء له. يسموهم دوزيام فرنسي. نعم. يسموهم دوزيام فرنسي. وكان ذهب إلى تونس وكان أخذ المغاربة يأتي بهم الجزائريين يذبحون الجزائريين في أيام الثورة. كل طرف يوظف. هذا هو اليوم. هل لدينا عقول أن نعرف أن هذا ما يريده الاستعمار، أن ما فعله في الماضي وما يفعله الآن؟ وردا على الشرعية الدولية اللي تحدث عليها اسماعيل دبش، الشرعية الدولية لم تحل أكبر قضية هي القضية الفلسطينية، صدرت عليها أكبر قرارات في العالم أجمع هي فلسطين. انظر إلى سوريا اليوم أمام الشرعية الدولية. هل ما زلتم تتحدثون عن شرعية ظالمة وشرعية فاسدة ولا تستخدم إلا لقهر المستضعفين؟ نريد أن أقول لإخواني في المغرب، رجاء لا تكرروا خطيئة 63. نحن في مرحلة قضية حل المشكلة في الجزائر. عندما يسقط هذا النظام، طيب المجرم تحل القضايا كلها. هل يبقى المغرب يرى صحراءه تفكك وتهدد والبوليساريو تدعم من الجزائر عسكريا وهو يتفرج، ومن ثم يبقى ينتظر انفراجة ما في الوضع الجزائري والأمور كل ما لها تزداد تعقيدا في المنطقة العربية؟ لا تذهب إلى أقصى الحدود الأخرى، بقيت 40 سنة وانت في هذا الخط. أنا شخصيا كنت أرى أن موقفهم ضعيف في مواجهة الكمشة الجزائرية، كمشة العصابة في الجزائر، لكن لا تذهب من موقف ضعيف إلى موقف معتدي، موقف تتحدث فيه عن استقلال القبائل. هل تعرف عن ماذا تتحدث؟ القبائل هذا نشوف نظام الجزائري. لا نستطيع أن نقول أن تصريحا قد يكون ليس تصريحا في ليس في المنظم فعاليا، هذا ممثل لو كان في الصحافة كما كان يقال أو أحزاب كنا قلنا، هذا ممثل رسمي في الأمم المتحدة، سفير المغرب في الأمم المتحدة، ورد عليه من بعد سفير نظام الجزائري. لا تذهبون إلى هذا. الشعب الجزائري شعب واحد وإن تعدد في أصوله، والنظام الجزائري ما هو لا قبيلي ولا عربي ولا ترقي ولا يعني شاوي، يعني هو مختلف من كل هؤلاء. الدعوة للنظام المغربي أن يكون حذرا في الأدوات التي يستخدمها في الدفاع عن قضيته، لأن بعض الأدوات تضر أكثر ما تنفع. لا يمكن اللوم، لا يمكن اللوم المغرب بعد 40 سنة من الهدوء ومن الصمت ومن تلقي الضربات. كان الإعلام الجزائري، أقول إعلام العسكر، كان يكتب ما يريد عن الصحراء، ولعل الزيارة الملكية الأخيرة للعيون والزيارة القادمة لمدينة جهة قليميم وادنون أكدت تلاحم هذا الشعب. الملك الآن يتحرك في العيون بدون حتى حراسة، وسط تلاحم شعبي منقطع النظير بين الملكية والصحراويين. الملك عطري في الخطاب الأخير للمسيرة الخضراء قال نهاية اقتصاد الريع في الصحراء. المغرب الآن خطوة جديدة، وهي أنه سينكب على إصلاحات داخلية. الإصلاحات الداخلية مهمة جدا، ولكن التصريحات السياسية في المحافل الدولية، ألا تتفق معي أن تصريحات الممثل في الأمم المتحدة حول القبائل تصريحات ضارة؟ هي الناتجة. ألا ترى تصريحات ضارة؟ ردة فعل هذا ضار وضرر المنطقة ككل. وإذا أخذنا القضية، شوف أي واحد يتلاعب بهذه الورقة العنصرية ستحرقه، لأن القضية العنصرية في المغرب والجزائر يتشكلون من عناصر مختلفة. كمل فكرته، سأعطيك المجال. هي ردة فعل. إذا كان هناك حكماء، من هم الحكماء؟ هم المثقفين السياسيين، ليس النزعة القبلية أو أصحاب المصالح أو التجار السياسيين. التجار السياسيين لا تهمهم لا المغرب ولا الجزائر. هناك مثقفين سياسيين في المغرب وفي الجزائر. أنا أستغرب وأنا أعرف صراحتك، أستغرب عدم إدانتك الصريحة والمباشرة لهكذا تصريحات عن ممثل المغرب في الأمم المتحدة. أنت مواطن لست مسؤول. دعني أستاذي أكمل لك فقط هذا. نعم. قلت لك أنها ردت فعل ناتجة عن تحركات الجزائر في السويد. تحركت الجزائر بكل ثقلها في السويد لكي تقنع السويد بالاعتراف بالبوليساريو، فشلت في آخر لحظاتها. إذن
كانت ردة الفعل المغرب أنه طلب منه معارضون من القبائل بدعمهم، فكان تصريح من ممثل المغرب في الأمم المتحدة. لكن لا أعتبره أنا تصريح رسميا إلى حد الساعة، ما دامت هناك أبواب للحوار مفتوحة، ما دامت أبواب العقلاء. أنا أريد من يتحمل المسؤولية في السياسة الخارجية الجزائرية أن يكون عاقلا، أن يكون إنسان ينظر بروح الوطنية لبناء المغرب العربي، لبناء الوحدة المغاربية، بعيدا عن مصالح شخصية. طيب تدافع عن مصالح جدا الجيش. ويعني وكأنه الأستاذ يقول دعوة التصريح يعني لا يأخذ أكثر من حجمه، لم تنبني عليه أي تصرفات ولا دعم، يعني لم يسجل أن المغرب دعم عسكريا أو سياسيا أي حركة انفصالية في الجزائر. قد يكون تصريح في سياقات وإذا إحنا بدنا نأخذ الاستفزازات فهي كثيرة من الطرفين. السؤال الأخير الذي نريد أن نختم به الحلقة، مع الرفض لأي تصريحات انفصالية وحرصنا على وحدة الأراضي الجزائرية ووحدة الأراضي المغاربية، ما الذي يمكن أن نفعله كشعوب لأجل الحفاظ على وحدة الأراضي الجغرافية لكل بلد؟ نعم، هذا التصريح ليس منعزلا، وما كان يصدر لو لم تقبله المؤسسة الملكية. ونحن أنا أقولها من هنا بسرعة، نعم عليهم أن يسحبوا هذا التصريح صراحة، لأن هذا سيؤدي إلى الإضرار بعملية التغيير في الجزائر، وسيوحد النظام وسيوحد المختلفين معه، لأنه يعني سيقول الوطن في خطر. أي تصريحات غير مسؤولة قد تعيدنا إلى تجربة 63 وتوحد الناس خلف نظام، مجرم، النظام ينازع. وأيضا الورقة العنصرية هذه ورقة ستؤدي إلى دمار هائل أكثر من طائفية في العراق وسوريا. شوف، إذا كان هناك عقلاء يجب أن نبني المغرب الكبير بكل ما يعنيه، بما يعنيه من تداخل شعبي، بما يعني أننا أشقاء، أننا إخوة، نبني اقتصاد كبير. وذلك ممكن إذا ما كانت هناك عقول لتبني دول ورجال دولة، وليس مفهوم العصابات من هذا الطرف أو ذاك. أشكرك جدا. كلمة أخيرة سيد محمد فنيش. أدعو القيادة الجزائرية من هذا المنبر إلى أن تنظر إلى المغرب كدولة لها حدودها، لديها سيادتها الداخلية، أن تحترم، أن تبتعد عن لغة المناوشات، لأن لغة المناوشات لن تهزم المغرب. أشكركم جدا سيد محمد فنيش المحلل السياسي المغربي، وأشكر كذلك سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. شكرا جزيلا لكما. إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بحلقة أخرى. هذه أطيب التحيات، في أمان الله. مرحبا بكم في دوكسون للخدمات التعليمية من أكاديمية SSK البريطانية. يسرنا أن نقدم خدماتنا المتنوعة والتي تبدأ بتدريس اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والصينية. كما يقوم شركاؤنا من المدارس المعتمدة بتدريس دورات تحضيرية لامتحانات الآيلتس والتوفل. خدمة التصحيح اللغوي هي خدمة أخرى تقدمها للطلاب لتصحيح البحوث والأوراق العلمية. يمكن الاعتماد على دوكسون للتسجيل في جامعات معتمدة في جميع المجالات العلمية. هدفنا هو مشاركة الطلاب لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني tv@doxon.net. اللاجئون الأريتريون في اليمن يستغيثون، فهل من مجيب؟ اليوم هم في أمس الحاجة لوقفتكم معهم، يعيشون تحت الحصار بلا مأوى، بلا طعام، بلا دواء، ولا مأمن لهم ولا مفر لهم إلا الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، أظهر من نفسك العزة والكرامة، فلا تخذلهم. أحمد الله على نعمة الأمن والأمان بأن تقف اليوم مع إخوانك المشردين. $50 فقط تكفي لأسرة كاملة لمدة شهر كامل، فلا تبخل عليهم.
من أحزان الشر. يرتفع التكبير، يرتفع التكبير، ينتشر الصدى إلى مدى. بالدمع، بارتعاش الأعين، تغسل المساجد صدور المستغفرين، وبين جباههم ينتفض الفجر حين تسبح خاشعة لله. وأنا الأقصى، القبلة الأولى والمسرى، تكحلت عيوني برؤيا رسول الله محمد، وبين ضلوعي